هنعمل فطيرة اللحمة. اللحمة نعملها ازاي؟ هجيب عندي كبة. حلو قوي. هقطع لها شوية خضار كده محترمين، بصل. أول حاجة قبل ما أحط اللحمة، ماشي، هبدأ إن أنا أقطع الخضار بتاعها. كده إيه؟ بصلاية، ماشي. أنا جايب ربع كيلو من اللحمة المفرومة. أجيب عندي 2 عدد طماطم. ناخد الطماطم دي نقطعها مكعبات، كل ده يتحط فين؟ في الكبة. ماشي. بعد كده فلفل اخضر رومي، اخد منه قطعة كده واسيب الباقي ديت للفراخ. وعندنا شوية كزبرة خضراء، ماشي، ممكن ايه، مش بسكينة، عادي جدا، دينا كده يا باشا كده اهي. ناخدهم ونروح فين؟ عندي على الكبة اللي موجودة هنا، اخد البشوات ديت كده، ريحتهم اصلا لما بتضرب مع بعضهم اصلا الميكس ده رهيب. حلو. اديها التوابل بتاعتها عباره عن ايه؟ شويه من البهارات، 7 بهارات اللحمه. بعد كده ناخد عندنا شويه من الفلفل الاسمر والخضار لوحده الاول، فاهم حضرتك ازاي؟ تشيل اللحمه، خد الخضار الاول لوحده وخليه يتفرم فرمه محترمه، ماشي كده. نقفل. اقفل. بعد كده اقوم حاطط عندي 2 معلقة صلصه طماطم. وبعد كده اقوم حاطط عندي دبس رمان. الله، دبس الرمان ده يا جماعه مش عايز اقول لكم بيودي الموضوع في حته تانية خالص. والطعم 2 أو 1 معلقة كده حلوه كبيره على الكميه اللي عاملها. الكميه دي هتطلع ما شاء الله كميه رهيبه يعني. واقوم جايب الحروف ديت كده منزلها، واقوم ايه، وقافل ونشغل. كده بص بقت عامله ازاي. بص يا باشا، معجون، بقت معجون جوه الكبه اهي، معجون جوه الكبه خلاص كده. وريحتها اصلا لوحدها حكايه. تعرفي بقى انك ممكن تعملي فطاير بشويه الميكس الخضار دول ودبس الرمان وتحط عليهم جبن وتدخلهم الفرن، عارفه صلصه البيتزا؟ طب جربي ديت وادعي لي لوحدها كده يعني. بتفردي اللقمه اللي احنا هنعملها او الفطيره اللي احنا هنعملها، وحط شويه من الخلطه دي لان ريحتها اصلا جميله جدا اهي، وحط عليها شويه جبن كده من فوق ودخليها الفرن. طيب هنا بقى بعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي بعد ما اتهرست كويس جدا، اخد عندي الربع كيلو من اللحمه المفرومه، نقوم منزلينها كده عليها. تمام صح، معايا مخرج عبقار يعني، بسم الله. واحنا مش بنعمل كفته، خلي بالك يعني، تكون عايزه حاجه تتسمى غلاله خالص يعني، بنعمل فطاير. فبص اصلا شكل بقى اللحمه مع الخضار نازله عامله ازاي. الله، معجون. الربع كيلو لحمه مفرومه عمل لي ايه؟ عمل لي كميه حلوه. بص عامل الكميه عامله ازاي.
واللحمه نفسها تحس ان هي بقت معجون خلاص، وده اللي احنا عايزينه. طيب بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نقوم سايبينها كده في جنب راكنينها، ونبتدي كده بسم الله ناخد اول فطيره كده. بص الجمال، طبعا كل الكلام دوت هنحكيها دلوقتي عملناه ازاي، عشان انا محتاجه تعمل فطيره كده محترمه. لا هي دي، بص دي ما هي فطيره اهي، بس كده خلاص كده اتفردت، مش هعمل اي حاجه تاني. نعم شلتت والله. في حركه ممكن تتعمل لطيفه جدا، انك تجيب دي كده، دي بميه ماشي، لو عايزين يعني عايزين تدلعوا المسائل يعني. يعني جبن، يعني شويه جبن، ايه حاجه كده بسيطه جدا يعني، مش كتير، مش هو هتعمل الايه الواجب والزياده. احنا هنعمل دي بالجبنه والباقي كله هنعمله ساده، هنقفله وهنطبقه ساده يعني. حلو، تقوم عامله ايه بقى؟ تقوم واخده دي كده اهي، اهو بصي، حط الجبن كده، الصابع ده بيعمل كده والصابع التاني بيقفل، فاهمه؟ اهو كده بصي، الصابع ده بيعمل كده. اهم حاجه بس خلي بالك ايه، ان الدقيق يكون تحت في وانت بتفردي، عشان العجينه ما تلزقش جوه الرخامه، تيجي تشيليها تلاقيها لزقت منك والحاجه كلها باظت منك، فتخلي بالك ان الدقيق دقيق مش كتير، ولكن ما تلزقش في الاول وفي الاخر في الايه في الرخامه نفسها. تمام، قفلناها كده. بص يا جمل، اجي اشيلها، بص هتلاقي الموضوع ايه؟ لا الموضوع سهل جدا اهو، فاهم ازاي؟ خلاص عملناها كده وظبطناها، الارتفاع بتاعها اصلا رفيع جدا. دي بقى ميزه العجينه ديت، ما فيش راحه. تقوم واخداها كده اهوت، انا جايب المعلقه واخده بقى كده قطعه لحمه كده محترمه، نقوم حاطينها هنا صوابعي بقى، ما فيش حاجه تاني، ولا بمردانه ولا بمعلقه كده اهو. حاول تدخل ايه الحاجه جوه العجينه نفسها زي ما حضراتكم كده شايفين، حاول تدخلي اللحمه بصوابعك كده جوه العجينه نفسها. تمام، وتعملي حركه لطيفه جدا قبل ما تدخليها الفرن. زيت زيتون على الحروف ديت، سلام، دي مزيكا ديت كده اهو، وشكرا، وهي زي ما هي كده خلاص. واحلى منقوشه في الدنيا تاكليها تركيه، سهله جدا وبسيطه. الفرن بقى بيفرق يعني، تسويه الفرن الحراري او الحجري بيفرق عن الفرن الدك، بيفرق عن فرن. يا جماعه الافران في موسوعه عن الافران، ان شاء الله نعمل حلقه، مش شرط ان انا اجيب لكم الافران كلها هنا، لا بس نعمل حلقه تعليميه ان شاء الله، شوفوا فكرينا عن الافران، الفرن ده بيستخدم لايه، يعني ايه فرن كونفكشن، يعني ايه فرن دوار، يعني ايه فرن اللي احنا بنستخدمه البلتي ان الافران، وده بيستخدم تسويته في ايه، الفرن الحجري بيستخدمه لايه، للمعجنات ايه، الحاجات دي ان شاء الله كلها هنشرحها تفصيليا. لان الحلويات الشرقيه بتبقى ليها فرن الدك، واقول لك يعني ايه فرن دك، البيتزا ليها فرن معين اللي هو الفرن الحراري او الخشبي، عندك المناقيش دي برضو نفس الكلام، المخبوزات لها فرن اسمه فرن الدوار اللي هو بيشيل حاجه اسمها ترولي وسجاد. فالحاجات دي ان شاء الله ممكن نعمل لكم ايه حاجه بسيطه كده ان شاء الله، نشرحها لكم ازاي الحاجات ديت يتم تسويتها وايه انواع الافران. هشيل الكلام ده كده في الفرن ماشي، ونقوم قافلين ونعمل واحدة كمان من غير جبن عشان تبقى الموضوع سهل. يلا يا استاذ، بسم الله، شوية دقيق صغيرين. حاولي وانت بتفردي تفردي الحاجة بشكل بيضاوي. اللقمة دي كام جرام؟ لو هتشتغلي بقى بالجرام 100 جرام. اللي معايا اللقمة ديت أو الفطيرة دي كام جرام؟ 100 جرام. مش شرط بقى تعملي، ممكن كده
بصي من غير ما ما تحط جبنه ولا حاجه، تقومي لفه الناحيه التانيه كده اهيت. ده في اشكال تانية كتير هنطلعها طبعا، ده بس بدأنا بديت المركب الاول اهو. بصي بتلمي مين يا استاذ كده، صح كده اهو. وبعد كده بتقوم جايبه اللحمه الخضر، ريحتها ما شاء الله بجد يعني، اوزعها مش كتير خلي بالكم، ده ما شاء الله بقول لك كميه اللحمه دي انا ممكن تطلع لي مثلا بتاعي 25 فطيره، تخيلي 25 فطيره اللحمه دي، او مثلا 20 عشان ما نبالغش. لازم بصوابعك كده اهوت تقومي عامله الايه الباشا ده كده اهو، وبعد كده بنقوم واخدين عندنا زيت الزيتون وعلى الحروف بقى اللي احنا عملناها ديت، نقوم نحطها كده. بص حتى اللي في الفرن بدأت ايه؟ بدأت تطلع خلاص ما بتفتحش، خلص على طول، هي دي مس الفطاير ديت، خلص على طول وخدها اهيت وودي على الفرن بسم الله. اعلى درجة حرارة 190 200 اهو، ونقفل ونسوي. دي بتاخد قد ايه بالظبط؟ ده 10 دقايق وتطلعي. يا سلام بقى لو تحطي شويه بصل على شويه طماطم، حلو الكلام، وتقومي لفاهم بيها او تاكليها ساده كده زي ما هي مع شويه مخبز. الجبنه ايه؟ شغاله من الجنب كده حاجه مزيكا قوي يعني. ماشي اهو نركن هنا الباشا ده هنا، منتهى السهوله والله بتتعمل يعني، منتهى السهوله. نعمل واحده كمان عشان ممكن ايه الناس ما تعبتناش الفاصل، شوف هنعملها ازاي. بص بجيب عندي شويه دقيق ونفرد، فردة كده محترمة، اعرضها كده من هنا وخليها بشكل بيضاوي على قد ما اقدر. ماشي انا بعمل واحدات عشان هي اللي لسه ايه متابعنا، منتهى السهولة تفرديها وتظبطيها. بعد كده بنقوم جايبين عندنا فرشة فيها مية، نمشي على الحروف ديت، اللي عايز يشتغل من غير جبنة ما يحطش مية بقى خلاص. شوية جبن، والجبن تكون قليلة جدا يعني، ميزة كمان في الفطاير ديت أول حاجة مفيش يعني انت بتريحي بس العجينه بعد ما تقسطيها او تقسميها كده، تقسيط يعني تقسيم يعني بلغه المهنه يعني، تقومي شغلاها بقى على طول وتقوم مسويها ولا ترتاح بقى لحد ما تتخمر لا ولا اي حاجه، خلاص كده تحط الجبنه اهي. بص ايدين دي كده، الصابع ده بيحط الجبنه كده ومشط الايديه ده بيقفل زي ما حضرتك كده شايفه، سهله جدا. ها صبعين اتنين بيقفلوا هما، وصابع تاني بياخد الايه الجبنه بتاعت تحت كده اهو بسم الله، شكلها جميل. وموضوع زيت الزيتون ده كمان، يلا يا استاذ انا جاي لك اهو، ما هيبقى اصلا خلصت. بص يا باشا كده اهو، يلا يا كبير شويه دقيق بس صغيرين كده من تحت، طيب كده وبعد كده بنقوم واخدين عندنا معجون اللحمه اللي احنا عاملينه ده اهو، نقوم حاطينه هنا. طبعا ناقص اللحمه دي ايه؟ اكيد انتوا عارفين قرن فلفل حامي يخلوها في حته تانية خالص. يلا يا باشا انا خلصت اهوت كده. بص لازم ايديا دي، انا هقول لك ليه دلوقتي موضوع الايديا ديت، لازم تكون بص في كده تاخديها كده في العجينه عشان تثبت الايه اللحمه ما تطلعش بره. زيت زيتون اهم حاجه عم جمل كده وات عليها من ايه الحروف تظبط معاك الاداء، وتقوم مدخلها فين الفرن يا باشا على درجه حراره عاليه. يلا بينا نشوف اللي في الفرن. اللي في الفرن بقى ايه؟ خلاص هي استوت معايا ما شاء الله، نطلع الله الله. بص يا باشا عامل ازاي،
ولا بقى ايه اللحمه طالعه منها ولا اي حاجه، ومستويه وزي الفل ما شاء الله زي العسل. انا بس عايز احطها هنا او هنا. خلاص يا ريس، خلاص يا ريس. طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم يا باشا. ده فرنك، اخد التانية. بص ما شاء الله حاجة طالعة لوز، حط الباقي يا باشا ونقفل. ده لسه محتاجه ايه تسويه كمان، والجبنه عامله وايه ومروقه الدنيا. نعمل شكل تاني طبعا، تعالى نعمل باللبنه. بص يا عمنا بقى، هنا اللبنه، لبنه اهي، حط لها شويه زعتر، شويه سماق صغيرين، وبعد كده بقوم جايب معلقه ونقلب. ماشي، دي بقى ايه نعمل لها حشوه مختلفه وشكل مختلف. طيب نقوم مدينا دي، بسم الله. كل ده لسه ما عملناش العجينه، ما قلناش عليها، لسه هنشتغل فيها ان شاء الله. يعني ثواني يا جماعه معلش. هنعملها مدوره، يقوم قلبينها كده. وبعد ما بقلبها بقوم جايب عندي الحروف، اديها ميه، دي مدوره بقى مش بيضاوي، نقوم واخدين اللبنه عمنا حاطينها هنا في النص، ماشي، عشان اضمن بقى اللبنه ايه ما تطلعش بره. بعمل ايه؟ بقوم قلبها كده الناحيه التانيه، بص كده اهو. طيب كده ماشي. وبعد كده نقوم مظبطينها تظبيطه كده بالايه بالسمسم، بس طبعا اساسي طبعا فيها زيت الزيتون، شويه سمسم عليها من فوق، ونقوم مطلعين الباشا ده كده اهوت، حاطينها في جنب واسوي كله مع بعضه بقى عشان كله يطلع لون واحد، ما افضلش ايه كل شويه افتح الفرن رايح جاي. ايه الاخبار؟ هتلاقيني رايح على الفرن النهارده كتير رايح جاي، مفيش مشكله اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. العجينه الطريه طراوه، بص اجيبها من تحت عامله ازاي. بص يا باشا، الله، بص يا دي محشيه وفي مش محشي، ماشي ده في كده وفي كده. بسرعه بقى نعمل ايه، نعمل تانيين عشان اخش في الشكل اللي بعده وحشو تاني جديد. دي بتعتمد ازاي؟ مدوره كده، نقفل، اجيب عندي فرشه فيها ميه عشان بس ايه لما اللبنه ما تطلعش بره الحشو نفسه، ولو في نفس الوقت في دقيق ما يعملش عازل ويفتح مني الفطيره جوه الفرن. هاخد لبنه بسم الله، حطينا كده ونفرد. ملفينها كده هنا. اهو. لا التقفيله دي سهله جدا يعني، اهي كده اهو من هنا. اتاكدي ان كلها مقفوله. زيت زيتون، فرشة واحدة بس زيت زيتون عليها كده من فوق،
تدي طعم طبعا. وسلام لو زيت زيتون بكر يا جماعه، اللي هو زيت زيتون غامق، والموسم بتاعه على فكره اعتقد شهر 10 و11، يعني اللي عايز ياخد زيت زيتون اصلا دلوقتي ويخزنه عنده في البيت يجيب زيت زيتون دلوقتي. عريش بقى واللي عندنا في مصر طبعا مزارع واشجار زيت زيتون حاجه محترمه جدا، وبيعصرون في معاصر كمان عندنا، العصاره موجوده كمان هنا ويتم تصديره لبره. زيت الزيتون عندنا برضو من الحاجات الجميله جدا يعني، واحنا مشهورين بقى في مصر جدا يعني، خصوصا في العريش شيخ زويد الاماكن ديت بتبقى فيها الزيتون، فبيطلع منها زيت الزيتون البكر الجميل اللي بيتم تصديره بره، وفي طبعا بيخش طبعا بيبقى موجود هنا في مصر يعني، بس تحت المسميات شركات، فاهم حضرتك ازاي؟ عن شركات بتروح بتاخد الايه زيت الزيتون من هناك وتحط طبعا اسمها عليه. في منه اشكال وفي منه انواع وفي منه حاجات كتير جدا. انا بحب جدا اللي هو الغامق البكر، اشتغل بيه الفطاير بيبقى جميل جدا يعني. نسمع. زيت الزيتون. احنا لسه طبعا ما عملناش ايه؟ كل شويه كل شويه بفكر الساده المشاهدين. هو الاستاذ مصطفى ماله وملك يا استاذ. ايوه يا ريس. يا مرعب. دي اخر واحده هنعملها، هم اربعه هنشتغل بيهم. ماشي ماشي يا استاذ. جبنا ايه اللي بيخليها اللون الاحمر ده؟ هو ده ايه؟ ممكن نروشها، ممكن نديها ايه يعني، ممكن نهلعها يعني كده بشويه جبن، جبنه شيدر عليها كده من فوق يعني، مفيش في السيستم للموضوع. زيتون شرايح سلام، دي تطلع حكايه دي. ونقفل نضغط كده بايدينا، وبعد كده نقوم ايه قلبينها الناحيه التانيه كده عشان اعرف اتحكم فيها وفي التقفيل، ونبدا ان احنا ايه نقفلها كده. عند الفرن بقى مظبوط. يلا حلو قوي يا هيما زي الفل. يلا يا باشا انا تمام. بسم الله. ماشي شويه يا باشا دايما. خلاص كده تمام، نشيلها ونحطها هنا. يلا يا باشا هنا. لا لا خالص، انت بتشيل، هي حلاوتها كده، انت بتشيل بيبقى عندك المقطع دهوت تطلع بيه، وكده كده انت حاطط ايه تحت العجينه. بص ديت لسه دي شويه سيبها، لكن هنا بقى ايه ده جاهز، انا الفرن عندي جاهز. اديها بس شويه دي كده من فوق. بسم الله. هنبص على الفرن حتى شكلها يفتح النفس. اللي باللبنه دي جميله على الصبح كده اهوت. بص ما شاء الله، بص الجمال، حلويات حلويات ما شاء الله. بص اللون من تحت، كل حاجه تحت السيطره. تطلع دي يعني عايز دقيقتين او اقل من دقيقه، بس في هنا ما شاء الله في ناس ورا الكاميرات بقى ايه بيدينا الارم على طول، الحق. فعشان كده الالوان كلها طالعه، بتبقى طالعه على الهواء ما شاء الله ما فيهاش غلطه يعني. تعالوا بقى نشوف الايه اللي احنا هنعملها بالسوسيس، هنعملها ازاي وبالجبن. شويه دقيق صغيرين. ده شكل تاني ماشي، عشان ايه تبقى انتوا عارفين كده وكده. ده كلام جميل صح كده. بعد كده بنعمل ايه؟ نجيب فرشه نفس الموضوع كده بميه، وحان الوقت اللي احنا نطلع الحاجه اللي في الفرن. نجيب عندنا مشانة الجميله ديت ماشي، عاملين لكم شغل عالي اهوت. ونطلع يا باشا، ونطلع دي كده اهي، اللهم صل على النبي يعني. بص الحلاوه، الله الله الله. بص
بص يا باشا كده 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 اهو، نقوم مطلعين كده ونروح عند هنا. لا بس ما شاء الله جميلة جميلة. ده لسه في اتنين كمان في الفرن اللي تحت اعتقد. خلاص لا لسه لسه اتنين فرن تحت. تعال نبص على دول بقى نشوف هنعملهم ازاي. بص هنا واحد اتنين تلاتة اربعة، يعني الواحدة بنقسمها كام؟ الواحدة قسمناها على اربعة، دي الواحدة قسمناها على اربعة. ممكن نقسمها قدامهم استاذ ياسين بص ازاي كده كده اهي الواحدة كده بتتقسم كده اهي باتنين، وبعد كده بنقوم جايبين دي كده كده ودي كده ماشي، فهي الواحدة على أربعة. جميل، هقوم واخد دي كده من عند الأطراف كده ونقوم جايين إيه لفينها كده نفس الموضوع كده من عند الأطراف كده، وتقوم جايبينها ونشد ونشد ونلف ماشي. بص من عند الأطراف كده ناخدها ونشد ونلف كده، لازم بنشدها زي السرسول كده ونلفها عشان ايه تبقى ماسكه ومحكمه جدا اهي. بنيجي من عند الاطراف كده وعاملين دي كده اهيت ماشي، فبتبقى عندي شياكه الشياكه. كلام جميل. اعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي ميكس جبن عليها كده من هنا، شغل عالي ده خلي بالك يعني اهو، بس ناقصلها ايه؟ الباشا الكبير بتاعنا زيت زيتون اساسي طبعا على الحروف ديت تتحكم فيها. ما انا هتوقف الفرن كده اهو عادي يعني اهو كده دي عايزه ثواني يا ياسمين بس هجيب واحده بس هنا هنقل هجيب الصاج ده اهو امسك كمان بص هنعمل اتنين كده وندخلهم الفرن على طول. المشكله والله ما ممكن رايح فعلا يمسك الصاج هنعمل واحدة كمان اهي. انت شايفين قافلة ازاي؟ اهي. كده بص كده اهوت، وبعد كده الأطراف دي تقوم واخداها كده وحطها هنا. عشان تطلع كلها مظبوطة يعني ومحكومة صح. دي بقى بص قبل ما احط الجبنه اهو نحطها هنا كده صح كده، ده انا عملته صح اهوت برضو يعني ميكس جبن. بسم الله الرحمن الرحيم انا كده من هنا زيت زيتون يلا بينا. انا عايزه تحط شويه بابريكا مثلا عليهم كده من جنب سلام والله، يعني ده حاجه محترمه جدا اهي كده على زيت الزيتون. دي بتبقى حكايه من لما تطلع يعني هوريها لك بتبقى شكلها حلو قوي. بص شكلهم بيبقى عامل ازاي، دي محشيه سوسيس قدامي حضرتك اهيت بتبقى شكلها حلو قوي، فطيره بتبقى حلوه قوي بجد، جربوها ان شاء الله تعجبكم. طلع الفرن وبعد كده ايه في حشوه فراخ ولكن انا عايز اشتغل في العجينه، انا مش هينفع اعمل الفراخ، خلي الفراخ دلوقتي ونعمل شكل تاني بسرعه. فممكن نعمل شكل تاني نعمله بالميكس جبن اللي موجود عندنا وبين اللحمه، انا عندي جبنه باقيه فخلي الفراخ عادي ممكن نخليها في حاجات تانيه. الفراخ او هقول لك طريقتها هي نفس طريقه اللحمه
نفس طريقه الخضار بالظبط، هي نفس الطريقه يعني، ما فيهاش اي حاجه جديده مختلفه. دي هنعملها زي نظام الباندا كده بالظبط. بتعمل ازاي؟ اهي نفرد زي ما حضرتك كده شايفه. بعد كده بنقوم جايبين عندنا ميه نحطها كده، وممكن نجيب برضو سوسيس اقطعها، كل واحده تاخد واحده من هنا كده، لف كده ونيه فرد فرد كده. نظام الايه؟ تبقى زي نظام الباندو. بعد كده اقوم عاملها نظام مركب من هنا كده اهيت، وبعد كده نقوم قافلينها من هنا كده ماشي. هم واخدينها سخن عادي يعني شغال كده اهو، وهم حاطينها هنا كده اقفل العجينه كويس جدا، احط لها جبن من هنا، ندخلها الفرن، اعملها على شكل زيكا ما شاء الله يعني. بص ما شاء الله يعني حاجه، بص ده عامل ازاي، بص حلاوه حلاوه يعني، فطيره بقى ومحشيه من جوه ايه ومتروقه، وحاجه بص سوفت سوفت يعني، ده لسه كمان لما تبرد بتديكي بتبقى طراوه، فيها طراوه اكتر يعني. نجيب ديت عشان انت هنتعجنك دلوقتي. بص ديت انا سامع دخلت الفرن بقى عشان ايه اهي. اخر واحده كده اخد ثلاثه، هنعملهم هنعملهم باللحمه، هنعملها مدوره. يلا انا عندي حشوه وعندي حاجات كتير ما شاء الله، فنقدر ان احنا نعملها ديت مدوره. زي البيتزا كده بالظبط. احلام بيتزا والله. انا بالنسبه لي المنقوش ده الحاجات الجميله ديت احلى البيتزا، جميله وخفيفه، تاخدها كده مع شويه صغيرين من الزيتون او المخلل، شكرا مش محتاجه اي حاجه تاني، مع شويه بطاطس كده صوابع بالهنا والشفا يعني. اخر واحده اه، دي المقادير اللي احنا عملناها ديت، كل ده مقادير كيلو دقيق اللي انت شايفاه، كل الكميه اللي هنا واللي هنا واخر واحده دي، دي مقادير كيلو دقيق ماشي. اتفقنا هنقول الحاجه عشان في ناس زي ما اتفقنا لا وهتكسب في الحاجه دي وعايزه تشتغل فيها وتكسب فيها، او تعملها حتى للبيت يبقى عارفه هو الكيلو هيطلع كام. هو مش شرط يعني المشروع يعني يا جماعه، هو الفكره ان انا بقول لك الحاجه دي هتطلع قد ايه. يبقى انا انت بقى ايه تشوفي كام قطعه، هم هنعدهم في الاخر واقول لك الكيلو طلع كام قطعه فطيره. نلبس بقى الجلافزات ونبدا ايه ان شاء الله، بعدها هنبدا ننزل على طول مقادير العجينه بتاعتنا ان شاء الله. ممكن نعمل اللحمه بالجبنه اه طبعا ينفع يعني، بعد ما تحط في الفرن وتقعد بالظبط دقيقتين كده في الفرن، تقوم واخدها وتقوم حاطه عليها الجبن عشان اضمن بس اللحمه تستوي معايا اهو. نتوصى بقى، نتوصى 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 باللحمه كده كده هتستوي ما تخافيش. حروق بس ما تجيش عليها في حاجه، خليها كده زي ما هي. ايدينا اهو
صوابعنا كده اهوت باللحمه جوه العيش كده اهوت. الله قومي اعملي دلوقتي اللحمه ديت عشان بجد بقول لك كده مفيش دبس رمان عادي، ما تشغليش دماغك. انا عارف المصريين ما بي دبس رمان ما بيشغلهمش قوي او ما بيبقاش عندهم يعني معظم البيوت، فلو مفيش دبس رمان مفيش مشكله. مش برضو اللي فيه شوام بيتفرجوا علينا يعني، فايه تحية كبيرة ليهم يعني. فدبس الرمان عندهم اساسي في كل حاجة، زيت الزيتون وبيني وبينك الحاجات دي صحية جدا جدا يعني. دبس الرمان بيعمل مزازة وطعم جميل جدا جدا، وبيستخدموه اصلا في دريسنج السلطات اساسي يعني. يلا ماشي خلاص اهو، افتح فرانك نشغل الشغل بسم الله. هوب كده ونخبز. الله اكبر، بص راح ايه مكاننا. الله شغل عالي، عايزه مطرحه بالظبط. الله ينور عليك يا محمد. الله زي الفل. اقفل يا باشا. هذه دي بقى ايه لحد ما نجيلها او افضلها مكان. طيب العجينه دي عباره عن ايه بقى؟ بص يلا ننزل المقادير ونشوف هنعملها ازاي. انا عامل مقادير كيلو دقيق لان عامل كميه كبيره. برضو بقول تاني تقدري تقسمي المقادير ديت على اتنين. لا هنا هنبص هنا الاول يا شباب، هنا دي الخميره الاول او عجينه البولش اللي احنا هنعملها، ودي اهم حاجه في الموضوع. هي دي اللي بتخلي الفطيره في حته تانيه خالص. فاهمه ازاي؟ هي دي بالظبط. 2 معلقه كبيره من الخميره، عندي معلقه كبيره من السكر، عندي كوبايه من الدقيق، عندي 2 كوبايه من الميه. بعد كده المقادير اللي انتوا قطعتوا عليها في الاول يا شباب اللي هي دي بالظبط كده، كيلو من الدقيق، 2 معلقه كبيره من اللبن البودر، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، والبيكنج باودر هنا بمثابه محسن الخبز، رشه ملح في الاخر، وعندنا بلاش كوب من الزبده الطريه عشان هتبقى كتير قوي عليك، هي يعني نص كوبايه. انا نص كوبايه من الزبده او مكعبين 2 من الزبده مش هتفرق، خلي بالك يعني 3 عدد بيض بس. الزبده بصراحه بتطريها، بتخليها طريه جدا، وزي ما انت شايفه اللون بتاعها بيبقى عامل ازاي. ماشي عشان ما نعقدش الايه الموضوع. خميره وسكر كبوله، الدقيق هنا حطيت الحاجه هنا من غير ما تشوفوها معلش. كوبايه من الدقيق ومعلقتين كبار من الخميره، وبعد كده اهوت كوبايه من الدقيق تحط عليها الميه الدافيه، والميه تكون كتير. الكلام ده حلو قوي، الكلام ده بقى عشان تاخدي النتيجه بتاعته الصح تقفليها وتحطها في التلاجه 4 ساعات. في ناس بتبيتها لتاني يوم بس حطها في حاجه غويطه عشان الخميره ديت البكتيريا النافعه ديت هتشتغل في التلاجه. اه طبعا هتشتغل حضرتك لو غلفتيها وحطها في التلاجه هتشتغل معاك. فممكن تخليها لتاني يوم، اعمليها بالليل، اعمليها بالليل وايه واشتغلي منها الصبح. حلو الكلام عشان تشمي الريحه الجميله ويطلع معاكي بالشكل ده. متوصيين بيكم بالمقادير اهي ان شاء الله يعني. طيب نعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا كيلو من الدقيق المخبوزات، بعد كده اللبن البودر، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد كده البيكنج باودر قلنا بمثابه محسن الخبز، وبعد كده نقوم واخدين عندنا 2 عدد بيض. مقادير قدامكم اهيت، سايبينها لكم اهيت لفتره عشان كل شويه عمال ننزل الحشرات والحاجه اهوت كلها. يبقى انا حطيت هنا في العجان كيلو من الدقيق، معلقتين كبار من اللبن الباودر، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، سهله جدا. 2 عدد بيض. هاخد عندي البولش اللي انا عملته دهوت ونبدا نحط عندنا هنا في العجان. بسم الله اهو ريحته جميله. شويه الباقيين دول في شويه بواقي اهي، اكيد انا محتاج دقيق ميه هنا. هقوم جايب ايه كده
شفت الصلصه كده لما تبقى باقيه كده او عصير الطماطم يبقى باقي كده اهو اهي هوب حطينا هنا وبعد كده نقوم حاطين عندنا مكعبين اتنين من الزبده الطريه فدي مكعب ادي اتنين شكرا العجينه خلصت سيبها بقى براحتها تخدم خالص احتاجت ميه اديها ميه بس هي مش هتحتاج ميه هتظبط معايا المقادير مظبوطه بفضل الله هتطلع معايا مظبوطه زي الفل سيبها لحد ما تلم وتتخدم معاها كويس جدا وبعد كده ايه نطلعها الله 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 بص الجمال هنا بقى بص 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 يا ياسمين هنا بقى الجو هنا عامل ازاي بص الحلاوه طبعا الحاجات ديت الروائح دي لو انت عملتيها بص هتجيبك تجيب من اخر الشارع الروائح ديت تظبط معاك الدنيا تعال نجيب ديت نجيب عندنا سكينه بص الطراوه بتاعتي عامله ازاي اصلا شويه معلم والعجينه كلها متكتله في مضرب الكف ده كده ما بتتعجنش احنا كده بنهرج هو ما بيعملش حاجه يعني هو بيلف عجينه وخلاص لكن ايه بقى عشان الموضوع ده حله بعمل ايه؟ بقوم فاتح كده واجيب بالسكينه اهيت كده اهيت او بايديا بلاش بالسكينه وانزل الكلام دوت من على مضرب الكف كده حلو؟ العجينه ما شاء الله مظبوطه نزل واشغل طالما بسمع صوت كده العجينه جوه العجان اهي شايفه كده اشتغلت صح لكن لو هو متكتم كله في المضرب الكف كده ما بيعجنش الله 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 ما شاء الله ما شاء الله يعني هوبا قاعد يعني مش كده بص يا باشا حلاوه لون شكل حاجه محترمه